بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فقه الصيام الذي يأتيكم على الهواء مباشرة ومن قناتكم قناة سوراء الفضائية. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. من الصفات ومن الآثار التي يجب أن يغتنمها الإنسان المسلم خاصة في شهر الطاعة المضاعفة في رمضان المبارك وهي التوبة ليلتحق بالذين ينالون المغفرة من الله سبحانه وتعالى ما زاله على قيد الحياة. فإذا لأهمية هذه الجزئية المهمة والكبيرة في حياة الإنسان عليه أن يكون نقيا صافيا القلب وطاهرا في لفظه وفي قلبه وتصرفاته. التوبة هي عنوان حلقة هذا اليوم من فقه الصيام. رحبوا معي مشاهدينا بسماحة الشيخ الدكتور محمد طه حمدون رئيس دار الفقه والأثر في العراق. فأهلا ومرحبا بسماحتكم معنا، حياك الله يا شيخ، مساك الله بالخير، جمعة مباركة علينا وعليكم. الله يحفظك يا شيخ. دكتور، بداية يعني ما أنه هذا اليوم هو يوم مبارك وفيه الكثير من الفضائل، أيضا جمعة وشهر رمضان ووقت يعني عصر، فنحتاج إلى أنه نعيد نفسنا كيف أنه الإنسان يستغل هذه الأوقات في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس اليوم يظن أنه كثير من المعاصي نرتكبها، أبسط شيء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم يعني انستغرام وتويتر وفيسبوك، كثير من الـ يعني الآثام يرتكب الإنسان سواء كان في النظر أو الكلام أو غير ذلك، فيظن أنه أن الله سبحانه وتعالى قد لا يغفر له، أن الله سبحانه وتعالى قد لا يقبل توبته، أو هو ربما أصلا هو جاهل كيف يرجع إلى الله بشكل كامل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فحدثنا عن التوبة سماحة الشيخ وجزاك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. فشهر رمضان كما يعرف بشهر الصيام والقيام والقرآن هو شهر التوبة، ذلك أن الإنسان يؤوب إلى الله عز وجل ويعود إليه في هذه الأيام. لذلك كانت مناسبة عظيمة أن الإنسان مقبل على الله تعالى، فجعل الله عز وجل عتقاء له في كل ليلة يعتقهم من النيران، وبالتالي كانت هذا مناسبة للمغفرة، فهو شهر مغفرة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام رمضان غفر له، وبالتالي كان شهر الغفران كذلك شهر التوبة إلى الله. هنالك معلومة مهمة لابد أن يفهمها كل مسلم، أن الكبائر لا تكفر بالصالحات في العموم، ولكن هي من كرم الله عز وجل، ربما يغفرها بذنب بحسنة بسيطة، ولكن على الأصل والعموم أن الكبائر لا بد لها من توبة. لذلك قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ذلك لا بد أن يتوب العبد إلى الله عز وجل، فهو أمر من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطبقا لهذه الشعيرة ولهذه الحقيقة، مخاطبا الصحابة الكرام ومخاطبا الأمة من بعدهم، توبوا إلى الله واستغفروه فإني والذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يقول يسمعها الصحابة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك في هذه الأيام نتذكر أن الله تعالى أمرنا بالتوبة، فنحن كلنا كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يعودون إلى الله عز وجل. وحسبك من التوبة أن الله تعالى يفرح بتوبة أحدكم، كما في الصحيح من الأخبار يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل. يضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال رجل خرج في فلا في صحراء ومعه طعام وشراب ودابته، وإذا به في الفلاة ينام يستيقظ لا يجد لا دابة ولا طعام ولا شراب، فيوقن الهلاك يوقن الهلاك. وبالتالي وإذا به ينام بعد ذلك، وإذا يجد طعامه وشرابه ودابته بعد أن أيقظ الموت وجد الفرج، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. بالتالي الله أشد فرحا من هذا. يا لله، الله هو الغني عنا، يعني نحن والأرض جميعا لا تساوي شيئا في ملكوت الله، نحن والأرض والمجرات التي نراها لا شيء في ملكوت الله، مع ذلك الله تعالى العظيم الكبير الجليل يفرح بتوبة
رجل من بني آدم رجع إليه وتاب إليه لأن رحمته سبقت غضبه، فبالتالي هو الله تعالى من رحمته يشفق على هذا العبد أن تمسه النار، يشفق علينا وعلى أحدنا أن يكون من أهل النار يعذب ويهان، ولذلك أراد له الكرامة والعزة وأن يكون من أهل الجنة ينعم. فإذا رجع من طريق أهل النار إلى طريق أهل الجنة فرح به، وهو أشد فرحا من هذا. وبالتالي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها هي أن تجزم أن لا تعود لتلك الكبيرة التي فعلتها، وأن تندم على ما مضى، فالندم توبة، وأن تستأنف العمل بالاستغفار والالتجاء إلى الله عز وجل. وكأن الله يخاطب أولئك الناس: أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهلا حسنوا الظن فإن عادوا لنا عدنا. وبالتالي الله تعالى يقول لنا: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. لذلك في بعض الآثار أن الله قال لداود: يا داود، لو علم المعرضون عني كيف أشتاق لهم ولتوبتهم لتقطعت قلوبهم شوقا إليه. فالله يشتاق إلى توبة أحدنا، يحتاج الله تعالى يأمرنا ويشتاق إلى توبة الفاجر والفاسق والمعرض والعاص، فكيف بالمؤمن الذي أخطأ وأخفق ويرقع كل تلك المعاصي بتوبة في هذه الأيام المباركة. أحسنت سمحت الشيخ، جزاك الله خير، والله يكرمك. مشاهدين الآن الاتصالات مفتوحة أمامكم، فيمكنكم التواصل معنا. طبعا هنالك بث مباشر عن طريق الفيسبوك، وكذلك على اليوتيوب الخاص بقناة سمراء الفضائية وصفحة قناة سمراء الفضائية على الفيسبوك، أيضا يمكنكم متابعة البث المباشر من خلالها. والآن الاتصالات معكم مفتوحة، وأرقام الهاتف التي تظهر أمامكم أسفل الشاشة. معي اتصال من الأخت شهد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شباب. بس الصوت. بس على السؤال كثير. نعم. حياك. بس شهد من وين حضرتك؟ شهد من بغداد. من بغداد. حياك الله، تفضلي. هيدا. نعم. نعم. تفضلي أنت على الهواء يا أختي، تفضلي. السلام عليكم كيف حياك. حياكم الله، أهلا وسهلا. شيخ، أريد أسألك سؤال. أي تفضلي. على مود أختي، يعني نعم. هي مطلقة صارلها سنتين وما تطبخ إلا فتنه. نعم. يعني تصير تقضبها ما تصير تقضبها لو لا. ما عندها إيش عفوا؟ هي ما تطبخها صارت نوم، يعني ما تطلقت ما تطبخها. العدة تقصدين؟ إي عدة، يعني هي مطلقة، يعني ما تطبخ إلا. من سنتين مطلقة وما لزمة اثنين. نعم. هي طيب. سنتين يعني مطلقة. طيب عندي سؤال آخر أختي؟ لا يعني سؤال بس سؤال ثاني. تفضلي. عندي أتهدي بالقرآن، بس أتهدي يعني ما أقرأ، يعني حرام لو حلال، هذا اللي أعرفه حرام اللي ما أعرفه ما أقرأ. يعني مصحف ما تقرين به؟ هي يعني أقرأ به، يعني اللي حافظها أقرأها الآية واللي ما حافظها ما أقرأها. أي نعم تمام. طيب. أهلا يا شكرا. إن شاء الله يا وسهلا. هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من وياي؟ أم محمد. أم محمد من الفلوجة. حياك الله يا أم محمد، تفضلي يا أم محمد. الله يحييك. أريد أسأل الشيخ. تفضلي يا أم محمد. صار لي 6 سنين من مفقود، يصير علي فترة الصوم؟ مفقود؟ أي مفقود، ما أدري في حي ميت ما أدري. أعاده الله علينا وعليك. طيب. أريد أسأل فترة الصوم. والسؤال الثاني، العادة هذا البرنامج له عادة لا؟ والله يا ام محمد يعني اعاده ماكو، لكن على اليوتيوب موجود وعلى الفيسبوك تقدرين تشوفينه. والله ما عندنا لا فيسبوك ولا تلفزيون، عادي تبعت التلفزيون تابع دائما. والله لان مشكله، يعني تعرفين هو بث مباشر، فالاعاده مالته تكون بها اشكال ويتصلون الناس وكذا، فلذلك هو فقط للبث المباشر. زين الاعاده نوبات ما صح لنا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. احنا نعم. رحنا بالموصل نعم. هجرنا نعم. اول وحده هناك لقيناها ما نعرفها، طلبت منها قران، كان بدي اسمع عندي قران، طلبت منها قران، اهدتني قران، قالت لي هذا اقرا بيه وادعي، ما ادري ما اخذته من البيت اللي كان قاعده بيها متهجرين احنا وهم، ما اخذته من البيت يخص هالقران، هل هذا علي ذنيب لو مو ذنيب، قالت لي هذا من عندي لك وهذه، بس ما اعرف الا او مو الا ما متاكده.
ان شاء الله. طيب تسمعيني الاجابه ان شاء الله يا ام محمد. شكرا لك يا محمد. رحم الله والديك. حياك الله. الله يجزيك كل الخير. حياك الله. من وياي؟ كاظم الفلوجة. كاظم من الفلوجه حياك الله يا اخوي كاظم. شلون صحه؟ حياك الله عزيزي، اهلا بك، تفضل. هل يجوز التسبيح وهناك صوت يعني مثلا موجود في الجامع او في يعني في المسجد او في البيت او في السياره؟ التكبير، التكبير لو الذكر؟ التسبيح يذكر الله. تسبيح الله. طيب السؤال الثاني. نعم. كنت جالس في مكان وقبلت القرآن، فكان شخص كبير قال لي أجمع العلماء على عدم تقبيل القرآن، فأنا ما قلت له هذا كلام مو صحيح، لأني أنا كنت طالب عند الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، فكان ما يرفع القرآن إلا ويقبل، وما يترك القرآن إلا ويقبل. نعم. نعم. فهل هذا صحيح أكو إجماع بالموضوع؟ طيب. إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخوي. إيه. والشيخ إذا أمكن والله عندي أريد أتواصل ويا الشيخ، أريد تليفون. إن شاء الله ينطوك التليفون الخاص. إن شاء الله. إيه والله، لأنه هو معزة أبوه. يعز غاليك، يعز غاليك، يرفع قدرك إن شاء الله. إن شاء الله يا أخوي إن شاء الله. الله حياك الله كلنا. حياك الله. جزاك الله خير. نعم. من وياي؟ السلام عليكم. أم محمد؟ معتمد، العفو، معتمد من الفلوجة. السلام عليكم يا أخوي. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخنا؟ حياك الله كل الهلا. حياك الله يا أخوي معتمد، تفضل يا أخي. شيخنا الله يسلمك عيني، كل الهلا. أخبارك؟ الله يخليك. حياك شيخنا. ممكن في السؤالين؟ تفضل يا أخوي، تفضل. لا تفضل. عندنا أول سؤال، عندنا عمي جاء طفل عمره من جي عدني الصبي عمره ساعة ساعتين وتوفوا، فما يعرف ايش اللي في عند الوالدة مالتي فسلت له. طيب. السؤال الثاني. نعم. عارف انت السؤال قبل عندهم قطيان ما بزونه ورا قطيان وسحب قطيان وواقع عليه قطيان ومتوفي. بس سؤالك الثاني ممكن خليني افهمه؟ عفوا. شكرا لك. بس السؤال الثاني. السؤال الثاني يا اخوي معتمد. السؤال الثاني عندنا العجوز عندها قطيان. عندها شنو؟ ضاربه البنزين فوق القطيان. هذا القطيان وصاعد البنزين فوق القطيان. ما شنو شنو القصه شباب اذا فهمتوا؟ ومالت البنزونه. شنو ضارب البنزونه؟ القطيان مال النساء. والله ما افهم السؤال بصراحه. زين. يعني ممكن شوي توضح لي الصوره اكثر، لان انا مو مهم انه انا حتى المشاهد يفهم وسماحه الشيخ. طيب. السؤال مو واضح يا اخوي معتمد، اذا تقدر تتصل بينا مره ثانيه فحياك الله يا اخوي، اسف جدا والله. من وياي يا شباب؟ السلام عليكم. نعم. الاخ احمد من الموصل، السلام عليكم يا اخوي احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخوي احمد، حياك الله، تفضل يا اخوي. حياك الله. طارق الزحمي. تفضل يا اخي. أخوي خملاتك بس يقرأ القرآن في الموبايل بصور بدون مبو. طيب. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك. حياك الله أخوي أحمد، حياك الله. أبو ربيع من الموصل، السلام عليكم. أبو ربيع أنت على الهواء، تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ حياكم الله. حياك الله يا أبو ربيع، تفضل. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ بالسؤال، سؤال الأخ قبل شوي يعني ربما فهمت السؤال الأخ. إيه شباب بس الصوت الله يرضى عليكم علونا إياه. قلت على القطعة يعتبر البطانية يسمونها قطعة الله. ها البطانية. يعني تقدح. أو كنت متقطع على البطانية يعني تنجس أو نجس ما نلارك في شيء هذا السؤال يعني. تمام تمام. أصلا ما أبدأ بالسؤال معي. جزاك الله خير. سؤالي هو الزراع الفلاح الذي ينتشر محصوله عندما يحصل الزرع ويأخذ محصوله من الكلم ومن الشعير ويأخذ كل محصوله من الأرض الفلاح. نعم. فتبقى هذه الأرض، هل هذه الأرض يجوز أو شرعا أن يبيعها؟ يسمونها غمان، يضمونها من اصحاب المواشي لاصحاب الحلال. تمام.
يبيعها بنقد، لكن ربما يعكر على قول النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم انه الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلى. الذي يعد هذا من الكلى الذي فيه مشاركه ولا ينبغي بيعه، لانه هو اخذ محصوله كله مثله من الارض من حنطه او شعير وحتى السمن وبقت هذه البقايا، فيعد الكلى الذي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلى، يعد هذا من الكلى. طيب السؤال. طيب. في الحلقه السابقه انا سالتك على مود سؤال وهو المدخره، المدخره في محافظه الموظفين الذي لديهم مدخره في محافظه نينوى، قلت يزقونها مره واحده، اليس كذلك؟ انا اردت انك تجاوبني مشابهه في تلك الحلقه. اي نعم نعم نعم. انا اقول انه قلت يزقونها مره واحده هكذا. هذا الذي بقى له سنتان وثلاث سنين الان على اليدين 7 ملايين او 5 ملايين على اليدين، انه هذا هو مصدر رزقه الراتب، وانقطع الراتب وسخر عند الدوله هذا الراتب، وهو طيب. يستدين ويصرف على عائلته، يستدين يعني هذا 7 ملايين او 5 ملايين، فهل عندما يقبض المتراكمه يخرج الدين ويزكي ام ماذا؟ طيب. نعم. لذلك اود ان اوضح مساله ثانيه وهو انه هذا المدخر عنده عندما يصل 15 مليون هذا عندما صار 15 لم يصل بعشية وضعها 15 مليون، بل في الشهر الأول استلم، في الشهر الأول 5000، في الشهر الثاني هذا ما عليه زكاة، يعني سنة كاملة مرت حتى أطبع 6 ملايين، يعني سنة كاملة حتى يطبع عنده نصاب زكاة، ربما يطبع وما يطبع، في السنة الثانية حتى يطبع، فكيف يعني فيها إشكالات هذه الأمور؟ واضح. نعم نعم واضح. طيب. واضح. تسلم يا أبو ربي. تكتب أو توضح هذه الإشكالات. ان شاء الله. شكرا يا اخي، شكرا جزيلا. حياك الله. ابو ليث، السلام عليكم يا ابو ليث، من وين؟ من الموصل. حياك الله يا ابو ليث، تفضل. ابو ليث ويانا موجود؟ ابو زيد حياك الله يا ابو زيد. الله يحييك، عندي سؤال يرحمه. تفضل يا ابو زيد، كل الهلا بيك، تفضل. اول سؤال، المؤذن قبل الاذان الفجر برمضان يصح احترام، هل يجوز الاكل والشرب يعني بين الاحترام والاذان؟ شلون؟ بين الامساك بين الامساك. المؤذن قبل الاذان الفجر ايه يصح احترام قبل الاذان بعشر دقائق. يصلي لو ياكل. لا هل يجوز من يقول احترام قبل الاذان بعشر دقائق؟ يجوز الاكل او الشرب يعني بين الاحترام وبين امساك الأذان؟ امساك الاذان يعني ها هو يصيح امساك يعني امساك قبل اذان الفجر يعني. اي تمام. طيب والسؤال الثاني جزاك الله خير. نعم. بعد الاذان انا مؤذن مالجان. نعم. بعد الاذان جت الكتب يعني لازم نقول بعد الاذان صلاة على النبي عليه الصلاه والسلام. نعم عليه الصلاه والسلام. هذا جاهز ام لا شيخنا؟ سؤال شيخنا. طيب ان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا لك يا ابو زيد، الله يبارك فيك، حياك. منو؟ السلام عليكم، كيف؟ عليكم السلام، حياك الله يا اخت دعاء، تفضلي. بدي استفسر عن سؤال مال ضحايا الارهاب معاملات، يعني طيب. صح انا اسويها، انا كنت داعش وتأذينا هواي وغرفتي كلها احترقت، سيارتنا فجروها يعني الدواعش وحيل يعني تأذينا من عندها، صح يصير اقدم على هاي ضحايا الارهاب؟ لا. طيب من وين حضرتك يا اخت دعاء؟ انا من الفلوجة. من الفلوجة، حياك الله، تمام. طيب انت قصدك يعني انتم عندكم ضحايا مال الارهاب يعني من عائلتكم، فلذلك تسالين على الطريقه، لو تسالين على الاموال اللي تاخذيها من الدوله انه يجوز او لا. واضح. لا ضحايا الارهاب. ضحايا الارهاب. طيب شكرا لك، شكرا. طيب عندي اتصال يا شباب. ياسين من دياله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا اخو ياسين، تفضل. حياكم الله يا اخوي، كل الهلا بك، تفضل يا عزيزي. عيني بالنسبه للصيام. نعم. يفطر هو ما هي وهو يفطر. كيف؟ قليل وهو يفطر، شنو اللي هي توجب عليه؟ هو يعرف نفسه تعبان حال.
طيب يعني مثل الأجور اليومية أو كذا العمل اليومي؟ أي نعم 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 هو هذا المقصود. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخو ياسين، شكرا لك، حياك الله يا أخي. نعم، من ويانا يا شباب؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم ابو يوسف، حياك يا ابو يوسف من صلاح الدين، حياك الله ابو يوسف، تفضل. الله يحفظك عزيزي، تفضل يا ابو يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو يوسف، انت على الهواء، تفضل يا ابو يوسف. شلون صحه الامور؟ حياكم الله. عندي سؤالين. تفضل يا علي، تفضل. اكو واحد من اخوتي بالاربع ونص قاعد بيتسحب. طيب. وما يريد يشوفه يعني يقضي عليه عقوبه شنو؟ شو متوهم هو؟ ورا الامساك. متوهم؟ متعمد؟ لا والله متعمد. متعمد هو زوجته. أيه. متعمد هو زوجته. قال لي اول تبي لي، قالت لو مو قعدتك انا قبل الساعه 3 ونص ليش ما كرت؟ قال لي والله هسه فرحي تجيب لي غصبا عليك يا معود، بشنو صار بساك وشنو؟ الله يهدي ان شاء الله، الله يهدي. اي والله هسه ما يعند الا بهذا اليوم الا ورا السحور يعني. طيب الله ورا السحور. واريد عندي حلال يعني شنو زكاته يعني، يعني هو زريد تبي احسبه حد مال 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 اليوم. طيب حلال شنو؟ زكاة مال حلال. طيب يعني غنم يعني في مالود اليوم اكو بي يعني اليوم يقع يعني شو كل. تمام. طيب هو غنم لو شنو الحلال؟ اي غنم، اي غنم. طيب تسمع الإجابة ان شاء الله. يعني مثل من اليوم يعني احسب كل يعني مو كل رمضان، كل رمضان يعني نعم. ازكي مال الحلال. تمام. طيب ايه وريد يعني اكو ناس يقولوا لي الصغير ما ينعدم، انا وناس يقولوا لي لا ينعدم، بس اشوف الشيخ يعني. تمام ان شاء الله. طيب طيب تسمع الاجابه ان شاء الله يا ابو يوسف. الله يحييك، شكرا لك. هاي شيخي ابراهيم، السلام عليكم. هاي شيخ، السلام عليكم. السلام عليكم ابراهيم. لؤي لؤي العفو. هاي الاستاذ العزيز، هاني شيخ التلفون في منزلي لؤي، فتدراني جور يومية عندي أتدري على برجوكتي، ففطرت قصبا عليك. طيب يعطيك العافية أخوي لؤي، من وين أنت أول مرة خليني نعرف؟ كان ديالة. من ديالة، حياك يا أخوي لؤي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا الحبيب. أستاذ بالحلم يعني شنو على أنتون دولارات وفلوس صفة حمرة بالحلم؟ شلون؟ صفة الدولارات أنتون بالحلم وصفة حمر فلوس. بالرؤية. بالرؤية. خير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. خير. طيب انتظركم على الشاشه ان شاء الله حبيبي، تدلل انتظرنا وستسمع الاجابه ان شاء الله. طيب من ويانا مهند، من وين مهند؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اخوي. حياك الله يا اخي مهند، من وين؟ من بغداد. عين. من بغداد على العين وعلى الراس، حياك اخوي، تفضل. يسلم راسك. الله يخليك. سؤال للشيخ. تفضل يا حبيبي. زكاة الفطر يعني ايش قد النصاب مالته؟ طيب ان شاء الله. واذا يعني مثلا واحد يريد يدفعها فلوس يصير عادي يدفعها فلوس؟ طيب تدلل. والسؤال الثاني يعني مثلا اذا عجوز بالبيت او رجال كبير ما يقدر يصوم، يعني ايش قد الكفاره الفديه مال الصيام مالته؟ ان شاء الله تسمع. طيب. الاجابه تسمع الاجابه ان شاء الله. ما سمعت الشيخ، شكرا. حياك الله يا اخي، شكرا لك. طيب عندي اتصال الاخ عبد الله من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. حياك الله يا اخوي عبد الله، تفضل. شيخنا عندي مجموعه الاسئله. تفضل ان شاء الله. شيخ الباحث شويه تعبت، عندك العافيه ان شاء الله. الله يسلمك. سجلني مجموعه علاجات وفطرنا من قبل يوم تفطر. عندي علاج قبل الريوب، بعد الريوب، والظهر، والظهر الصباح. شلون هذا يعني منصح شيء قطار اوبار؟ شنو طاك العلاج يعني شرب؟ شنو العلاج؟ يعني علاج مواد الصبرية. العفو اوبار حب؟
خضر خضر وخضر الحمد لله. ما عندك إلا العافية، تسمع إن شاء الله الإجابة من الشيء. شلون عم تنظم وكل شيء صاير بيه، أنا متعود على الطعام وهذه دائما بالطاقة بالشكر. بس شهر رمضان ما رجع لي أصلاً. شلون يعني شنو شخص لك الدكتور الحالة أبو أخوي عبد الله؟ شنو الحالة اللي صارت عندك يعني؟ يعني هو يعني أنا السابق إصابة كورونا يعني ما في شيء إصابة، ما يعني ماكو شيء مبين عليه. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. ان شاء الله اجر وعافيه يا اخوي، ان شاء الله اجر وعافيه، اجر وعافيه ان شاء الله. عندك سؤال اخر اخوي عبد الله؟ هاي واحد بالنسبه لي يعني هو تغنم قطرتهم حاصلهم المشكله، هم عليهم يعني اعطيهم شيء يعني مبلغ او شيء. طيب. طيب. سؤال ثاني بالنسبه لهم ما بقدر يصنع. شلون؟ ما بقدر يصنع بسبب الحمل المحمل. شلون هيك الحاله؟ شلون الذكاء راح تصير باليوم الواحد؟ ما تقدر تصوم؟ اي بسبب حمل يعني معلوم حامل زوجته. طيب. اذا شلون راح تصير نبي ذكاء كل يوم رمضان كيف بدنا حتى نشتري به؟ نعم. او شلون يعني ما اعرف شلون افهم. طيب. تمام. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا جزيلا. حياك الله يا اخوي عبد الله، عندك العافيه ان شاء الله. سلام ورحمه الله. حياك الله. عليكم السلام. السلام عليكم. منو؟ سلام ابو وليد من كربلاء. السلام عليكم. شلونك مولاي؟ حياك الله يا ابو وليد. حياك الله، مساك الله بالخير. ابو بنين من كربلاء. ابو بنين، حياك الله ابو بنين. العفو. السلام ورحمه الله، الصيام مقبول ان شاء الله. اجمعين منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله يا الحبيب. الله بخير. بدون رحمة عليك، انا عالي من نفس المرض القانون. عندك العافيه ان شاء الله. مرض القانون تعرف شنو العلاج مرض القانون؟ يعني حتى بالصيام مالتي ما اقدر يعني اكل اي شيء يعني نفسي يعني حيل تعبان. يعني انت تقدر الصوم؟ لا انا اقدر اصوم بس جاي اتعدى والله. يعني فترة الفطار جاي اتعدى مولانا يعني بس بدي اعرف شنو العلاج يعني. تمام. طيب. انا اقدر اصوم والحمد لله والشكر وانا قدام بالحشيد وساحات القتال هسه انا الله يبارك فيك ان شاء الله. الله ينصركم ويحفظك يا اخوي. الله يحفظك. حياك يا اخي. طيب. طيب خلي اكو اتصال اخوان لو بعد كافي. طيب خلي نكتفي بهذا القدر مشاهدينا من الاتصالات حلقة هذا اليوم حتى نعطي مجال لشرح الأسئلة لمشاهدينا متابعينا. شيخي السلام عليكم مرة أخرى ومساك الله بالخير. يعطيك العافية. الله يعافيك. نبدأ مع الأخت شهد سماحة الشيخ من بغداد، تقول أختها مطلقة منذ سنتين ولم تلزم العدة، فكيف تتعامل؟ هل تقضيها أم في شيء آخر؟ يعني هو يتضح من كثرة هذا الباب يعني السؤال في هذا الباب وأن هنالك تهاون في قضية العدة، وشرعا يعني الإنسان إذا ابتلي عليه أن يرجع إلى الله عز وجل، وبالتالي الطلاق ونحو ذلك هي كلها من البلايا في الدنيا التي تستوجب الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، ومنها الالتزام بما أمر الله وهي قضية العدة. التهاون بها واضح، كثير من الناس يسأل أنا والله يعني ما ألزم العدة وورا سنتين ثلاثة يتذكر أنه كيف هذه يعني. بالتالي هنا اليوم إحنا في شهر رمضان، يعني ارتكب ذنبا قطعا من لم المرأة التي لم تلزم العدة ارتكبت ذنبا، وبالتالي عليها التوبة والاستغفار. ونحن في شهر رمضان، شهر مناسب لهذه القضايا لقضية التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. العدة لا تقضى، لكن ذنب يعني ارتكب ومضى، ما يلزم الآن هي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار. ويعني رمضان كما ذكرنا في مقدمة الحلقة اليوم هو مناسب جدا لقضية الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة عن الذنوب الكبيرة والكثيرة التي فعلها الإنسان، يحصيها الإنسان ثم يتوب على كل ذنب ويستغفر الله ويقصد ويخلص الرجوع إلى الله. يعني سمحت الشيخ جزاك الله خير، ما عليها لا تقضي شيء ولا كذا. العدة لا تقضى، خلاص مضى وقتها ويعني وانقضى، لكن ذنب ارتكب فيما مضى، بالتالي ايش عليها؟ التوبة. طيب. التوبة هي يعني الرجوع إلى الله عز وجل، الندم على ما فات، الإخلاص إلى الله تعالى بالاستغفار، وهذه هو مناسب يعني. حقيقة هو رمضان هو الإنسان يستذكر ذنوبه، لأن يعني لله عتقاء في كل ليلة، عتقاء من النار، يعني رجل استحكم النار وجب دخول النار، ولكن الله تعالى في هذه الليالي يأخذ هؤلاء ويقول عتقتكم من النار فيرجع من جديد، يعني يستأنف العمل.
فهل يرجع النوب للنار لو يكمل طريقه إلى الجنة إن شاء الله؟ فالله تعالى يخرج من النار أو ممن مستحقي النار فيغفر لهم الذنوب ويكشف لهم عن الكروه في هذه الليالي المباركات، وبالتالي حري للإنسان أن يستحق هذه الهدية والمنحة، لأن الإنسان دائما وقت التجليات ينكسر قلبه ويخشع إلى الله تعالى، فيغفر الله تعالى له بانكسار قلبه، وفي الحديث أنا عند المنكسرة قلوبهم. جزاك الله خير. سؤالها الآخر سمعت الشيخ تقول هي مرات تقرأ القرآن لكن في بعض الكلمات وبعض الآيات لا تعرفها، فتقرأ لتعرفه وما تقرأ لما تعرفه. يعني قلنا هو صحيح الإنسان يقرأ الذي يعرف، وقطعا الذي لا يعرفه ولا يتقن قراءته لا يقرأ، لأنه ربما أخطأ وربما يعني يدعو على نفسه ولا يعلم، بالتالي الصحيح أنه لا يقرأ إلا ما يعرف، لكن هو مشتاق إلى ختمة، نقول له تتأتى الختمة لمن لا يقرأ ولا يتيسر له تعلم القراءة بسماع، يعني سماع ختمة اليوم على الموبايل متاح على التلفزيون، ويحاول أن يردد بعده إن كانت القراءة يعني متمهلة، أو يسمع القرآن، يسمع حتى يعني يمر على آذانه وعلى حواسه جميع آيات القرآن الكريم فيذوق من حلاوتها ومن بركتها ومن أنسها، لأن كل آية لها مدلول ولها معنى ولها سر ولها أثر، فبالتالي حتى تمر على جسده وجوارحه جميع آثار القرآن وبركاته. جزاك الله خير. أم محمد من الفلوجة تسأل سماحة الشيخ تقول إن ابنها مفقود من 6 سنوات، فهل تدفع عنه فطرة؟ يعني نسأل الله تعالى أن يعيد كل مفقود إلى أهله يعني، وأن يجمع كل مفرق ببركة هذه الأيام، ونسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يجبر كسرنا وكسرها وكسر جميع المسلمين. يعني المفقود والمعتقل يعني لفتة حقيقة جميلة جدا نذكر بها، ومن كان له معتقل ومن كان له مفقود الأحرى والأولى أن يدفع عنه أيضا يعني زكاة الفطر، لأنه ربما في مكان قطعا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، وهو ربما صائم ومر عليه رمضان، وحتى لو لم يكن صائم ما دام إن شاء الله حي وهو والأحرى يعني متوقع أن يكون حي، بالتالي يدفع عنه أهله زكاة الفطر، هذا هو الأولى. ولذلك الإنسان حين يحسب أفراد عائلته وأراد أن يدفع يحسب، طبعا لا يجب لأنه هذا ما دام هو بالغ وتجب على نفسه ولا تلزم إلا من ينفق عليه وهو كبير، لكن من باب يعني التبرع وحسن العهد معه أن يدفع عنه أهله، هذا إذا كان أهله أغنياء ولهم سعة، أما إذا كانوا فقراء يعني ليس لهم شيء فلا يجب عليهم شيء، وبالأصل لا يجب لكن هو باب التبرع. جزاك الله خير. تقول في مدينة الموصل يعني بنت لا تعرفها طلبت منها القرآن وأهدته إياها، فقالت يعني اقري وادعي لي، فيتسأل يعني هل هذا جائز أو لا، يعني قد يكون هذا مو إلها أو يعمل هذا الباب. يعني هو الأصل أن الإنسان إذا أهدي له شيء لا يسأل عن يعني عن حاله، بالتالي أي شخص أهدي أو أهدى لك شيئا فالأصل أن تأخذه وتقبل هذه الهدية، ولا تبحث عن يعني خفي الأمر وعن مجهوله ومن أين له هذا، بالتالي الأصل أن تقبلي هذا المصحف ولك الأجر ولها ولمن كان السبب في ذلك، فكلكم مأجورين عليه ولا يلحقك به إثم ولا يعني داعي لهذا التحرز والقلق من هذا الأمر. يعني في موضوع بسيط هو أنه الإنسان ربما يوقن أن من يأتي به المال يعني عليه شبهة كبيرة، يتعامل في القدر الحلال كما يرى بعض الفقهاء، وإن كان في الجملة العلماء لا يحرجون على التعامل وأخذ الهدايا بغض النظر عن صاحبها في الجملة على تفصيل، لكن بالتالي في مثل هذا لا داعي لهذا الحرج، ونتقبل نسأل الله أن يتقبل منك ومنها ومن الجميع أعماله. آمين. جزاك الله خير سماحة الشيخ. الأخ كاظم من الفلوجة سماحة الشيخ يقول هل يجوز التسبيح بصوت عال في البيت أو المسجد؟ يعني هو مطلق الذكر عموما خير الذكر خفي كما في بعض الآثار، ولكن هو الذكر عموما إذا يعني كان في الجهر أثر أو مقصد فيحقق، بمعنى يعني مثلا سمع هنالك يعني غيبة أو معصية وإذا به يجهر أستغفر الله، يريد أن يسمع المقابل لا بأس، يعني يريد أن يعني يهم الناس وأن يدفعهم إلى الذكر يعني في جلسة أو طريق أو معين فيقول سبحان الله يسمعهم ليذكرهم بالأمر لا بأس.
يعني الحمد لله يرى نعمة معينة فيقول الحمد لله. فالجهر بالذكر إذا كان له غاية، باب التذكير، باب هو ذكران النعمة فيجهر بها، فكلها لا بأس. وربما قد تكون يعني لا تجوز في موطن يسيء للآخرين، يعني وقت الناس مثلا في نوم أو في يعني قد يكون ضجيج أو نوع ذلك وفيه إزعاج، وبالتالي هنا يعني يكره الجهر بالذكر. يبقى أنه الذكر في المطلق عموما، يعني أنا أقدر جالس أقدر أجهر وحدي وأقدر أسر، الأمر سواء، وإن كان السر بالذكر كما يرى بعض الفقهاء أولى، لأنه يعني يكون فيه نوع إخلاص. فالجهر بالذكر ربما يشوبه الرياء، ربما يشوبه الرياء، ليس في الأغلب، لكن ربما الإنسان يجهر فيكون يعني يرى نفسه على الآخرين أو يري نفسه، فيكون فيه شائبة شائبة الرياء، وبالتالي هذا فيه محذور شرعي. فالأولى أنه يسر به لأنه أقرب إلى الإخلاص، وكل عمل أقرب إلى الإخلاص فهو أحب إلى الله عز وجل. هذا من ناحية كما قلنا. ناحية أخرى لو كان مطلق الذكر يريد أن يذكر أو ينبه أو نحو ذلك فلا بأس، إلا إذا أزعج. ولذلك قل ادعوا الله ويدعو الرحمن أيما تدعو ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. يعني هذا هو الأصل في قراءة القرآن، أما إلى الذكر فكما فصلنا، نسأل الله لنا ولكم القبول. جزاك الله خير. سؤال الآخر يقول كنت جالس وقبلت القرآن الكريم وقاعد يمه شخص قال لأهل العلم يقولون أو أثبت أهل العلم أو أجمع أهل العلم أنه عدم أو مع عدم تقبيل المصحف، فما الرأي الراجح في هذا؟ يعني قبل أن أخوض في حكم تقبيل المصحف، الحقيقة يعني بعض الناس يتجرأ على يعني إصدار الحكم، والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال حين ذكر معرض الذنوب والكبائر ذكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فمن أفتى بغير علم فقد قال على الله ما لا يعلم، وهي من أعظم الكبائر والذنوب، ربما تزيد حتى على يعني على كثير من المعاصي. بالتالي أن يقول الإنسان أجمع الفقهاء وأن يصدر حكما وهو ليس من أهل العلم وليس له دراية بالمسألة فهذا من الكبائر، سواء كان الذي قالها معمم عامي له علم ليس له علم، ها كلهم من يفتي بغير علم يقول هذا حلال أو يقول هذا حرام، الأمر سواء. يعني من أحل حراما كمن حرم حلالا فقد ارتكب إثما عظيما، أنه أفتى بغير علم كأنه قال على الله، الله يقول هذا حرام والله لم يقل، فأي جناية أعظم من هذا؟ يعني أن تقول على الله وتتقول على الله، هذا من أعظم الكبائر. وحسبنا حين نقرأ آيات كثيرة على بني إسرائيل حين يعني حرموا الحلال وأحلوا الحرام، أن جعل الله تعالى ذلك يعني عقابهم أليما، وجعل ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة لهم ولمن سن أو سار على منوالهم من يفتي بغير علم. بالتالي نذهب إلى الحكم الشرعي. تقبيل المصحف يعني رأي جمهور الفقهاء أنه جائز، فالحنفية نصوا في كتبهم، الحنابلة، الشافعية ذكروا كما ذكر ابن عابدين والسبكي وابن مفلح وغيرهم من الفقهاء، كلهم ذكروا أن تقبيل المصحف جائز، بل بعضهم سنه وذكروا روايات عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا عثمان أنهم قبلوا المصحف وقالوا هذا عهد ربنا لنا، وعلى بغض النظر عن دقة الرواية وصحتها وعدمها فهو من باب تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره. ولذلك العلماء سنوا تقبيل المصحف، تقبيل يد العالم، يد الأب، وكل ذلك من باب الإجلال والتقدير، وهو راجع إلى العرف. فكل تقبيل وتقدير وتكريم لآيات الله وشعائره فهو يعني محبب شرعا وهو مندوب إليه وهو داع الشرع داع له. يعني ما روي فقط عن بعض الحنابلة وهو اجتهاد لهم كما ذكر سيدي خليل وغيره أنه كرهوه من هذا من زاوية أخرى وليس من باب التكريم. بالتالي حكاية الإجماع هذا يعني لا، يعني هو ما روي حقيقة هو بعضهم يسمع العفو من بعض يعني من يحكي مذهب السلفي فيحكي مذاهب لا تصح، ويعني هذا أعتقد ذكرها الألباني وغيره، وحقيقة ليس لهم دليل إلا أنهم يزعمون أنها لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو السلف. يعني معروف أن القرآن لم يكتف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فتالي لم يكن هنالك مصحف. أما عن السلفي فكانت يعني هنالك قلة في قضية المصاحف، وقد حكي يعني عدم الوجود لا يعني عدم الوجدان، أنه لم يجد هو أو غيره
دليلا لا يعني أنه لا يوجد. فقد روي عن بعض الصحابة وعن بعض السلف تقبيل المصحف، وبالعموم هو من باب الإكرام لكتاب الله عز وجل والتقدير له ولا بأس. وهذا ذكر عن بعض مشايخنا الشيخ عبد العزيز سالم رحمه الله تعالى وأسكننا معه في فسيح جناته، وكذلك كثير من علمائنا كانوا على هذا المنهاج. جزاك الله خير سماحة الشيخ. الأخ معتمد من الفلوجة سماحة الشيخ يقول يعني عم جاه طفل وعمره يمكن ساعة ساعتين توفي، بعدين أخذوه يغسلوه أو كذا، فجهلوا طريقة التعامل مع الفرط سبحان الله. يعني هو الطفل إذا استهل صارخا يعني مني إذا ولد وفيه روح، فعلامة الروح أنه مثل يبكي ولو يوم واحد ولو ساعة واحدة ولو دقيقة واحدة، فنلحقه بالأحياء يعني يغسل ويكفن ويسمى ويصلى عليه ويدفن. فهو يعني لا أعرف أنه هم غسلوه اكتفوا بالتغسيل، هل كفنوا أو لا. عموما هو الأولى أن يتصرف معه كتصرف الحي، فيغسل ويصلى عليه يكفن ويدفن في مقابر المسلمين كالأحياء، لأنه حي، وبالتالي ما كان والداه يعني مسلمين فيلحق بهما، فهو مسلم وذو حياة، فالأحرى به أن تجري عليه أحكام الأحياء من تغسيل وتكفين والصلاة عليه ودفنه. جزاك الله خير سماحة الشيخ. سؤال الآخر ما فهمته يعني صراحة الأخ محتمد، وكأنه فسرها يعني الأخ الآخر. نعم جزاه الله خيرا. عجوز يعني بالبطانيات وكذا، أي ربما وضعت البطانيات عليها وتوفت أو نحو ذلك. يعني هو لم تكن متقصدة ولا متعمدة، والله تعالى حكى لنا كما ندعو في ختام سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء، فلا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا أو ما استكرهنا عليه أو غفلنا عنه، وهذا من رحمة الله عز وجل. وإلا قتل القط لا يجوز بدون سبب ولا مبرر، يعني إذا لم تكن مضرة ولا مؤذية لا يجوز قتلها، لكن ما دام هو خطأ يعني تصرف معين فلا إثم عليها إن شاء الله. جزاك الله خير. سمعت الشيخ الأخ أحمد بن الموصل يقول: هل قراءة القرآن بالموبايل بدون وضوء جائز؟ يعني قراءة القرآن بالموبايل جائز شرعا، سواء كان صاحبه أو صاحب القراءة ذا وضوء أو غير أو ليس على وضوء. قلنا من قبل أن الفقهاء اشترطوا لقراءة القرآن أن يكون ذا طهارة، يعني على وضوء من الحدث الأصغر أو على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فيكون على وضوء فلا يصح حمل المصحف، أما قراءته فتجوز للمحدث ولا تجوز للمحدث حدثا أكبر. لكن الراجح والله تعالى أعلم، وهو مذهب كثير من السلف ومذهب بعض الفقهاء، وأنه يجوز قراءة القرآن مطلقا وحمل المصحف مطلقا، سواء كان للطاهر وغير الطاهر، للجنب وللحائض والنفساء، وحتى لا نحرم يعني النساء ذوات الحيض في مثل هذا الشهر المبارك من هذا الأجر. نرى والله تعالى أعلم الراجح وجواز أن يقرأنا القرآن الكريم وإن كنا على يعني ذوات حيض، لأن الأصل فيه أنه لم يثبت الأصل على يعني الأصل فيه الجواز، ولم يثبت يعني من الأدلة لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنع الجنب ولا الحائض من قراءة القرآن، وما ورد فهو أثر ضعيف. وعموما هو رأي جمهور الفقهاء، وهو رأي محترم موقر، الأولى بالإنسان أن يقرأ، يعني لا نقول للجنب ولا لغير صاحب الوضوء إلا أن يتوضأ، فهو الأحرى والأليق بكتاب الله ومخاطبة الله. لكن في يعني من عليها الحيض ونحو ذلك ويفوتها يعني وهي متعودة على قراءة القرآن وعلى الختمات في رمضان، فمن العسير أن نأخذ برأي جمهور الفقهاء في مثل هذه الحالة، وفي الأمر متسع ولا يوجد هنالك دليل قطعي ورود ولا الدلالة على المرامي أو على التحريم، فبالتالي الأمر ما دام فيه سعة الأولى في مثلها أن يجوز لها أن تقرأ القرآن. وبالتالي هل يجوز إذا لم يكن له عند أو يكون صاحب وضوء؟ نعم يجوز له القراءة، وإن كان الأولى أو من آدابه أن يكون ذا وضوء. جزاك الله خير سماحة الشيخ. أبو ربيع من الموصل سماحة الشيخ يقول: المزارع والفلاح يحصد محصولة، فهل يجوز له أن يبيع الأرض لأصحاب المواشي مثلا؟
هو يعني من باب حديث الكلاء هو يعني كيف يجمع بينه، هل يجوز بيعه وحديث الكلاء. طبعا هذا الحديث وهو صحيح وأخذ به العلماء، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والملح أو روايات أخرى، لكن هو الماء والكلاء متفقون الفقهاء على أنه مشترك، ذلك الماء العام يعني النهر، الكلاء المباح. أما الماء إذا كان مثل حيزة في قنانه اليوم بطالة أو يعني المعامل أو نحو ذلك، هذا خرج من كونه عاما لكونه خاصا، يعني هذا فيه خدمات معينة، فهو ليس المعني مطلق الماء أن الناس شركاء فيه، ولا مطلق الكلاء. ولو كان كلاء في أرضي فهذا ليس من الكلاء المباح، المراد في أرض لا صاحب لها المباحة، كل الفقهاء يقيدوها بالكلاء المباح، المباح العام، وبالتالي التي لا أرض لها على رأي على الصحيح. طبعا هناك آراء كثيرة، ولكن بالتالي هي لما كانت تابعة للحنطة وتابعة لتعبه وفي أرضه فيجوز له أن يبيع هذه كما يسمى يعني الجلة ونحو ذلك جلكم الله، أو هذه يعني بقايا الزرع يضمنها ونحو ذلك، لا بس شرعا نبيعها. أما الحديث فلا يتناول هذه الحادثة لأنها من أرضه ومن زرعه ومن خيره، ما تناوله الحديث الماء والكلأ الذي ليس له صاحب أو العام المشترك والنار، يعني الماء والكلأ والنار. اليوم واحد يبيع القلوبات طبعا، لكن ينتفع بضوء القمر، ينتفع بالنار المضاءة، ينتفع بالماء، ينتفع فهذه التي يشترك فيها الناس جميعا لا تباع، لأن الناس جميعا شركاء فيها، فلا يباع ما ليس ما لا يملك، لأن الناس لهم ملك في الجميع، وبالتالي إذا ملكه وحازه إلى رحاله أو إلى أرضه أو إلى ملكه يجوز له بيعه مطلقا. جزاك الله خير سؤال الشيخ. سأل السؤال يقول في حلقة سابقة سألت عن المدخر رواتبهم في نينوى، فهل يزكونها مرة واحدة؟ يعني قد يصل المبلغ إلى 7 ملايين وهذا مدخر منذ 3-4 سنوات أو سنتين، يعني فكيف يتعامل معها؟ يعني هو الأولى، أنا حقيقة في الفتاوى الأولى أنه كل حالة على خصوص، لكن أحيانا نحن نجيب بالعموم، يعني إحنا جوابنا كان عام، أما على الخصوص فربما يختلف، لذلك حقيقة يعني ربما يعني كل منهاجه في الفتوى، لكن أنا حقيقة أتخيل من أقوال الفقهاء ما يناسب كل حالة على حدة، فربما الرجل نفتي له بالتحريم وهو نفس الحالة، ولكن نفتي للآخر بالحل والحكم واحد، لكن الحالة تختلف لأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والظروف والأسباب والموجبات والمتعلقات فتختلف. فربما شخص تفتي كما كان يفعل الصحابة الكرام، جاء رجل ابن عباس فقال له هل للقاتل توبة؟ فقال لا. جاء الثاني قال هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فتعجب أصحابه، قال تفتي في الحالة أو في الفتوى واحدة يعني فتوتان أو جوابان؟ فقال أما الأول فصعدت فيه باوع علي وإذا هو يريد يقتل لكن يبحث عن فتوى، قال للقاتل توبة، جاء غضبان وعنده طلبة ويريد يذبح، فقال ليس القاتل توبة حتى يقعد حتى لا يقبل على هذا الفعل. الثاني قاتل ومنتهي الموضوع، جاء منكسر ويريد يتوب، فقال نعم له توبة، بالتالي هو اختلف. وكذلك كان يعني الفتوى قبل الوقوع غير الفتوى بعد الوقوع، على كل حال هذا بالعموم، لذلك كانت فتوى عامة. لكن احنا في مثل هذه الحالة أن رجل جاءته 7 ملايين وهو عليه ديون وتبعات وبذا بالدين يستوعب جميع 7 ملايين، فهذا أخرج من كونه غني إلى كونه فقير، فلا تجب عليه الزكاة. نحن نتكلم في المال الذي يأتي وقد حال عليه الحول وعند مال آخر وبمجموعه هو غني وعنده ديون، هذه الديون زائدة، يعني هو كل هذه الفترة يستلم راتب واموره جيدة وعنده أموال يزكى، وجاءت 7 ملايين ويا دينه ويا فلوس اللي عنده، فكيف يزكيها؟ احنا ذكرنا الحالة. أما إذا كان حالة خاصة أو عموما هو عليه ديون وتبعات وجاءت 7 ملايين وبوجهها راحت للديون وبل عليه ديون أخرى، هذا يعني هو فقير ربما تحل له الصدقة فلا تجب منه، يعني هذا فرق. وبالتالي احنا الفتوى تختلف، تكلمنا بالعموم، ورأي الإمام مالك هو مخرج من رأي من يقول ليس على جميع هذه الديون زكاة حتى يقبضها ويلحقها باقي ماله أو سائر ماله، ومنهم من يقول يزكي كل سنة كما هو رأي السادة الشافعية، ومنهم من يقول يزكيه لمرة واحدة رأي السادة المالكية، هذا بالعموم. لكن احنا كل واحد نعطيه الفتوى مثل الدواء، يعني تناسب كل مريض حالة، فربما دواء من الدواء ما قتل، وربما دواء تزاد الجرع عندي 3 مرات مرة مرتين مرة كذا، فبالتالي احنا الفتاوى نختار منها، نتكلم هنا يعني في برامج الإفتاء بالعموم،
لكن قطعا هنالك لما يتصل الشخص حالة خاصة ملابسات خاصة تكون الفتوى مناسبة له، كما ذكرت أنت حالة وأنه استوعبته فنقول لا زكاة عليه. جزاك الله خير. أبو زيد من الموصل سمعت الشيخ يسأل يقول هو مؤذن، يعني أول مؤذن ينادي قبل أذان الفجر بالإمساك، هذا جائز؟ لا هو لا بأس، يعني هو نفس المؤذن يخرج منه الإمساك لا بأس يعني، أو يأكل بعد الأفني يشرب الماء قد هو يكون. إحنا الإمساك أحبة الكرام هو لا يمنع طعاما ولا شرابا ولا جماعا، يعني وأنت باقي في حكم الإباحة حتى يؤذن الفجر، لكن هو الإمساك عبارة عن إشعار للإنسان أنه اقترب وقت الفجر، فإذا كنت تأكل كمل لقمتك وخلاص، وإذا كنت تشرب كمل شرابك وخلاص، يعني أنت بعد 10 دقائق راح يؤذن الفجر فالوقت يضيق عليك، فهو من باب التنبيه والتذكير فقط، وإلا هو الإمساك لا يمنع حتى يؤذن الفجر، لو قال الله أكبر الفجر امتنع عن الطعام والشراب دخل والجماع ودخل وقته الصيام والإمساك وجب، قبل ذلك ولو بثواني يجوز له أن يأكل ويشرب، وبالتالي الإمساك هو إشعار إعلام فقط ولا يمنع، يعني مثل التنبيه اليوم بالموبايل فعلا. جزاك الله خير سمعت الشيخ. يقول هنالك يعني هو مؤذن وبعد الأذان يذكرون هذه الصلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كذا، فهل هذا يجوز؟ يعني هل هذا شيء وارد في الشريعة في الأثار؟ هو ورد حقيقة، هو يعني هل ورد بهذه الصورة أن الإنسان يقول بعد الأذان في هذه؟ طبعا لم يرد، لكن هو ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلوا عليه، يعني من قال مثل ما قال المؤذن إلى آخر الحديث، قال وفي رواية ثم صلوا عليه. الصلاة عليه كيف تكون، سرية أم جهرية؟ الأولى أن تكون طبعا يعني هي سرية، هو هذا المفهوم من الحديث، لكن بعضهم جعلها جهرية لا بأس، يعني هو لم يخرج من التشريع نعم في هذه الصيغة، لكن حقيقة هو من صلى، يعني أنا لا يمكن أن أعيب على رجل صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، فهو قد أتى بمشروع وداخل في مطلق الذكر، ولا يمكن أن آمر شخصا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وصلاها سرا نقول له لا بد لك أن تجهر، فمن فعلها فله ومن تركها فله، لكن فقط أن لا، يعني الملاحظة هو أن لا يزيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأذان، يعني بعضهم يؤذن عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن 4 دقائق أو 3 دقائق، ولكن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم الذي يسمعه بأذنيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، يجعلها مثلا 10 دقائق، يعني هذه المبالغة الأولى أن يبتعد عنها، فيكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب التذكير، يعني الصلاة والسلام فكأنه يذكرنا أنه لا بد أن نصلي على النبي بعد الأذان، فيجعلها من باب التذكير وليس من باب الإطالة. جزاك الله خير. سمحت الشيخ ما بقي عندي كثير من الوقت، لكن عندي أسئلة سريعة. الأخ الدعاء من الفلوجة تتكلم عن ضحايا الإرهاب، خلي على بكرة هذا السؤال لو يلحق، يعني خلي على بكرة من رخصتها الأخ، لأنه عندي أسئلة أخرى لأن هذا يحتاج إلى تفصيل. تمام. الأخ ياسين والأخ لؤي وأبو بنين من كربلاء يسألون عن أنه يشتغلون أجور يومية ويعني ما عندهم طاقة على الصيام. تكلمنا قلنا نعم. يعني هذا يحاول يطلع اليوم نفسه، إذا عنده بديل سبب رزق آخر يقعد، إذا ما عنده بديل يخرج للرزق، إذا شوف نفسه اليوم تعبان يفطر ويقضي، يقضي يفطر ويقضي، إذا شاف نفسه اليوم يتحمل لا يكمل صيام. جزاك الله خير. العفو. أبو بنين من كربلاء والأخ عبد الله يقول أخ عبد الله أنا رحت الطبيب وانطاني علاج، تعبت وانطاني علاج، قال لي يعني علاج أنه لازم أنت تفطر، فكيف أتعامل؟ وهذا يعني كانه بكورونا فانطاط المصاب يعني بكورونا، هو تفطر لأنه لابد لك تتغذى وتأكل يعني تأخذ فيتامينات ونحو ذلك، بالتالي تفطر وتقضيه إن شاء الله بعد أن تتحسن حالتك. سؤالين الآخرين راح نخليهن على بكرة إن شاء الله. الأخ عبد الله، الأخ مهند يسأل عن قيمة زكاة الفطر سمعت الشيخ، هذا آخر يعني شيء. قلنا زكاة الفطر هناك فتاوى أخرى لا تقل زكاة الفطر عن 1500 وما زدت في بعضهم 2000-3000، هي لا يخرجها إلا غني، والأولى حقيقة مقصد الشريعة أكرر أن تطعم أو تشبع جائعا فقيرا أو تكسو عريانا فقيرا، فنفس الحالة يعني أنتم كم نفر تختار عائلة على هذا المنوال وتطعمهم ما يكفيهم من سلة رمضانية، أو أما كفلوس فنعم يجوز أن تعطي أموالا ولا تقل عن 1500 وما زدت فهو خير لك. طيب آخر سؤال لأبو يوسف سمحت الشيخ من صلاح الدين، يعني يتسأل عن أن أحد إخوانه صار خلاف بينه وبين زوجته وقال إلا أتسحر وسحر ساعة بالأربعة ونص عليه يعني القضاء، هذا يعني هذا مجاهرة بالفطر، هذا ارتكب إثما عظيما، أفطر في رمضان
ويجب عليه القضاء، وعند الحنفية يجب عليه كفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين لأن عند الحنفية. أما عند جمهور الفقهاء فقد لابد له من توبة، يتوب إلى الله لأنه ارتكب كبيرة، ويستغفر الله عز وجل ويقضي يوما ما كان. جزاك الله خير سمحت الشيخ محمد طه حمدون رئيس دار الفقه والأثر في العراق، شكرا جزيلا. مشاهدينا آسف جدا لضيق الوقت، بقيت الاتصالات الأخرى بداية حلقة يوم غد بإذن الله تعالى راح نجيب على الأسئلة اللي بقت، فأني آسف جدا من المشاهدين، لكن حاولنا نجاوب بشكل سريع وذلك حتى نوصل الصورة بشكل أو بآخر، لكن بكرة إن شاء الله راح نعيد الأسئلة اللي من أخ ياسين وأبو يوسف والأخ لؤي ومهند وعبد الله وأبو بنين من كربلاء، كل أسئلتكم بكرة إن شاء الله راح نأخذ بها تفصيل بالإجابة من سماحة الشيخ بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتنا مشاهدينا جميعا على حسن المتابعة والمشاركة أيضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.